طالبت مواطنة يمنية في 30 من عمرها قضية محكمة بالحكم بالعدل في دعوى قضائية رفعتها ضد زوجها تتهمه فيها بالإهمال، وذلك بسبب إدمانه على تطبيق واتساب وفقا لوصفها، حيث اقترحت الزوجة على القاضي بأن يحدد وقتا متساوى مناصفة بينها وبين الواتساب وأن يلزم زوجها بذلك حتى لا تضطر الزوجة إلى اللجوء إلى الواتساب وتقليد زوجها.